عن الأخ العزيز المحامي محامي نادر قادسية الأستاذ محمد المعتوق ذكر وأصدر بيان أمانة البيان يعني قانوني بحت ومطول. إحنا يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ محمد، ونتمنى منك أستاذ محمد بعد ما مسي عليك بالخير، ترى إحنا مو قانونيين، واللي يشاهدوننا أيضا جزء منهم فاهم بالقانون وجزء أيضا منهم غير فاهم بالقانون، فأتمنى تخاطب الجميع باختصار وبالكويتي عشان يعني نستوعب ونفهم الموضوع. فأتمنى يعني هالنقطتين إنه باختصار لأن ما عندي وقت صراحة، والنقطة الثانية إنه يعني بالكويتي أقصد يعني مو أقصد يعني بالسهل الممتنع عشان بالعامي عشان نفهم شنو الموضوع شنو صار عليه. تفضل أستاذ محمد، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. صبحك الله بالنور. يا حياك الله. الله يسلمك. أنا راح أحاول أشرح لك إياها بالكويتي. نعم. على أساس أوضح الموضوع كله. نعم. سيدة جاية نادي الكويت رفع قضية إدارية. نعم. صدر حكم أول درجة لصالح نادي الكويت. نعم. دخلنا إحنا بالاستئناف فاروق العوضي علشان يكون هناك دفاع حقيقي. بعدها صدر حكم التمييز لصالحنا. أثناء التنفيذ اختلفنا مع نادي الكويت وزير حول تفسير الحكم، رغم أن الحكم كان واضح، فقدمنا طلب تفسير أمام نفس الدائرة التي أصدرت الحكم. حلو؟ حلو. تفاجأنا أن نادي الكويت طلب رد الدائرة كلها، رغم أنه يدعي أن الحكم صدر لصالحه. هذا يثبت عدم صحة ادعائهم بأن الحكم لصالحهم، بل الحقيقة والواقع أن الأمر هو الحكم لصالحنا إحنا. نعم. صدر حكم برد رئيس الدائرة وعدم تقرير باقي الأعضاء. حلو؟ حلو. بعدها تفاجأنا بنقل القضية من الدائرة بالكامل إلى دائرة ثانية، وصدر حكم التفسير بالأمس. حكم التفسير ما غير الحكم الأصلي، ونص على أن مجلس إدارة الاتحاد ما تدخل بهذه المنازعة الرياضية، وأن اللجنة الأولمبية هي الوحيدة اللي دخلت وأبطلت قرار لجنة الاستئناف، والحكم ألقى قرار اللجنة الأولمبية، وبالتالي يصبح قرار لجنة الاستئناف وهو القرار المعتمد. فصار عندنا حكم تاريخي يعد مبدأ استقلال الهيئات القضائية الرياضية. هذا الاختصار. زين الحين شنو يعني شنو الزبدة؟ نبي الزبدة. هل يعني الحين الكويت البطل ولا القادسية؟ حسب الحكم اللي صدر اليوم. أو حسب حكم اليوم ما غير الحكم الأصلي. أنا نبقى على حكم التمييز الأساسي النهائي الذي صدر باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد. واللي نص عليه؟ اللي نص عليه إنه هو الحكم قانوني بحت، لكن بالكويتي إيه؟ النقاب إن اللجنة المختصة هي لجنة الاستئناف. ان هذه اللجنه النهائيه واللي هي اقرت صالح العربي النقاط العربي يعني القادسية البطل. نعم. زين الحين شنو الخطوه القادمه استاذ محمد؟ يعني والله انا افضل اني ما اصح عنها حاليا. انا كل خطوه قاعد اسويها قاعد اصرح اللي صار فيها. افضل انا اشوف كذي ادري يعني الحين انا ما بي تقول لي شنو يعني اقصد الان يعني هل هذا الحكم ملزم الخطوات ما انا ما بي هذا عليه قضايا بيقول شكت وياه ترى طوالك انا لا استاذ محمد يعني احنا يعني متى يتم تنفيذ الحكم اذا انت تقول الحكم ملزم وصدر اليوم وما غير حكم التمييز فمعناته انه يجب ان ننفذ الحكم صح؟ هذا الحكم كان المفروض ينفذ من صدر حكم التمييز اساسا صح. عرفت لكن هناك كانت في عراقيل مما خلانا نرجع حق محكمة التمييز عشان تفسر الحكم. طيب. وإحنا عشان نكون بصورة يعني إحنا طلبنا التفسير لدارة المحكمة اللي أصدرت الحكم. لكن تفاجأنا حضور ممثل القانوني نادي الكويت وطلب رد القاضي. زين الآن متى آخر موعد يعني المفروض إن الحكم يتنفذ في موعد نهائي في حد أقصى في شيء ولا ما في ما له شغل؟ لا ما له شغل. ما له شغل يعني عادي ممكن القضية تظل عايمه للسنه الجايه اللي وراها عادي ولا شو؟ والله ما نتمنى ذلك يعني نتمنى الكل يحترم الحكم النهائي يعني. طيب يعني الكره الان في ملعب منه الاتحاد؟ الكره حاليا في ولا اللجنه الاولمبيه؟ لا لا اللجنه الاولمبيه ما لها علاقه في الموضوع. الاتحاد الان الحكم الكره في ملعب الاتحاد يعني
الحكم عزز استغلال الهيئات القضائية. الهيئات القضائية نصت على أن هناك ثلاث لجان مختصة في هذه القرارات، واللجنة النهائية هي لجنة الاستئناف. طيب عرفت؟ نعم. طيب يعني الآن الكرة في ملعب الاتحاد، هو اللي يصدر القرار الآن. بالضبط. يعني 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 بشكل سريع يعني حق يعني تقدر أستاذ محمد لو الاتحاد ما نفذ الحكم ترفع عليهم قضية؟ أنا ما أذكر هذه النقطة حالياً. شلون يعني؟ تحفظ. يعني أنا أتحفظ فيها بالوقت الحالي. أوكي.